لو الحكاية فيها إن فيتو عرفينا بحضرتك وقلنا إيه تم السيطرة إزاي امبارح على الموقف. لا مفيش عامل نظافة، احنا مجرد ان المية ابتدت تتكون في الشوارع جت عربيات كشافة المية من الشركة القابضة مع الجهاز وابتدوا يفتحوا البلاعات ويسحبوا المية والحمد لله. هل كان في استعدادات قبل طول الامطار؟ طبعا من بدري واحنا عاملين استعداداتنا للموضوع ده ومجهزين، والبلعات طبعا اتكشف عليها بتاعت سحب المية والعربيات موجودة ومبلغين الشركة القابضة. ومجرد ان الدنيا يعني ابتدت المطر ينزل ابتدينا نشتغل. انا بشكر فكرة، شكرا.